احمد رفعت، رفعت بيحاول المصري القادم الجديد، عاليه عرضيه بقبضه اليد درويش وطحنون. وين يا طحنون؟ بعيده الى خارج الملعب، ضربه مرمى على الدقائق الخمس الاولى على بدايه المباراه. خيمينيز هل يكون ثاني اسباني يحقق بطوله كاس رئيس الدوله؟ الاسباني الوحيد الذي حقق كاس رئيس الدوله هو كيكي فلوريس مدرب النادي الاهلي في 2013، وهو الاسباني الوحيد. وخيمينيز الان قد يكون ان حقق البطوله الليله قد يكون هو ثاني مدرب اسباني يحقق بطوله كاس رئيس الدوله. كره عاليه واماميه، تتخلص الكره لادريان، بتعود الكره مره ثانيه، علن بيلعبها لادريان، تدخل قوي من عبد الباسط لكن حكم المباراه زاويه الرؤيه بالنسبه له واضحه. الكره بتعود مره ثانيه، اقرب الان لامانولاس، شاهين عبد الرحمن. كل فريق يملك الامكانيات، كل فريق يملك الاسماء القادره على صناعه الفارق، كل فريق لديه مدرب حقيقه اعطى ثقه كبيره لدى جمهور الفريقين بانه قادر على احداث الفارق وقراءه الفريق. الكره الان للشارجه امام المرمى، السلام، اتخلصت اول تهديد شرجاوي بمنتهى ابعدها من امام الكسير، لكن تناغم شرجاوي جميل في اللقطه الماضيه، عدت الكرة وأبعدت من بمنتا، لكن شوف بيانيتش اللي غير مكانه، اللي دخل من العمق إلى الطرف واستطاع أن يلعب هذه الكرة، ولكن بمنتا بيغطي، عالية عرضية أيضا بمنتا، بتعود الكرة مرة ثانية، إسماعيل بيحاول وعبد الباسط، رجعت الكرة، روبن فيليب بيخلصها، بتعود من شاهين. المباراة تنذر بهدف، المباراة وأجوائها تنذر بهدف. الوحدة لا ما يدافع، الشارجة ما يدافع، كل فريق متقدم إلى الأمام، بالتالي يعطينا انطباع كبير بأن كل فريق لديه الرغبة بالتقدم وأخذ زمام المبادرة. رمي التماس لنادي الوحدة، محمد برغش على تنفيذ رمية التماس، جواو بيحاول لك الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الشارجة. هذا مانولاس أحد الصفقات أيضا المهمة، ولا يخفى على أحد بأن الشارقة هو الأقوى في الميركاتو من ناحية القيمة ومن ناحية أيضا الأسماء، من ناحية القيمة المادية ومن ناحية أيضا الأسماء، يعني بيانيتش، الكاسير، مانولاس، هذه صفقات قوية في كرة القدم الإماراتية بكل تأكيد. محمد برغش على تنفيذ رمية التماس، الوحدة أيضا تعاقد الأخير مع احمد رفعت، تواجد جواو، بيتزي الموجود في دكه البدلاء، ادريان يملك مجموعه مميزه، مزيج رائع يملكها كل فريق ما بين مواطن واجنبي. كره لاحمد رفعت، رفعت يتقدم لروبن فيليب، فيليب عرضيه داخل منطقه الجزاء الى ضربه ركنيه لمصلحه فريق نادي الوحده، ضربه ركنيه للوحده، على يمين حارس المرمى درويش، اسماعيل مطر ب 39 سنة، اسماعيل اعتقد ان هذا النهائي رقم 7 وممكن هذا رقم قياسي، سنتأكد من المسألة، سنتأكد، لأن اسماعيل من نهائي 2003 أمام الشارجة وهو ثاني نهائي. الكرة ملعوبة الآن، تتخلص، ترتد للشارجة. نهاية 2003 اسماعيل موجود مع الوحدة، لعب النهاية امام الشارجة، لعب نهاية 2005 امام العين، لعب نهاية 2011، نهاية 2017، يعني خامس نهائي لاسماعيل مطر، يعني فات نهاية 99 2000، هذا خامس نهائي لاسماعيل مطر في مشاركاته مع نادي الوحدة. كرة ملعوبة تصل الان لرفعت، نشاط كبير بيلعبها ولكنها بعيدة الى خارج الملعب، بتعدي الكره الى ضربه مرمى، ضربه مرمى. وحده اول نهائي وصل الى نهائي 89 وخسر امام النصر 0-1، بينما الشارجه اول 8 نهائيات انتصر في جميعها، وكانت من العبارات التاريخيه ان الملك الشرجاوي اذا وصل نهائي الكاس فحتما تكون البطوله شرجاويه.
ويشهد على ذلك مدينة زايد الرياضية وأيضا استاد محمد بن زايد واستاد آل نهيان، كل هذه الملاعب حقق فيها الشارجة بطولات. هذه كرة مرتدة للوحدة الآن في مكان خطير لطحنون الزعابي، طحنون يحب يلعب بالعرض أكثر من مطول. كرة الآن لآلان، آلان بيلعبها داخل منطقة الجزاء بتتخلص. أوه على لقطة كانت مثيرة لمدافع الشارجة، كانت ممكن أن تمثل خطورة على مرمى. كايو لوكس قبل هذه المباراة قال نسيت حالة الطرد التي تلقيتها في مباراة الوصل، و إلى خارج الملعب رمي التماس. الشارجة ركن كبير في من أركان كرة القدم الإماراتية، بدأ بطولاته في السبعينات واستمر في العقود جميعها. الوحدة منذ الوصول في 85 بعد الدمج الشهير أصبح رقماً صعباً في كرة القدم الإماراتية، يعني لو أخذناها بالعمر بالسنين مثلاً، الشارجة مشارك من السبعينات، الوحدة من منتصف الثمانينات، نلقى أن الشارجة يملك 17 بطولة والوحدة 15 بطولة. من اللي أمام الوحدة مباشرة في عدد البطولات؟ النصر والشارجة كلاهما 17 بطولة، لكن الوحدة 15 بطولة، 15 بطولة، أي أنه ممكن هذا الموسم إذا حقق ثلاثية ممكن أن يصبح صاحب المركز الثالث في عدد البطولات بعد العين. متزعم كرة القدم الإماراتية ونادي الشباب الأهلي صاحب 28 بطولة كرة ملعوبة، هذا يحسب الحقيقة لنادي الوحدة اللي لعب مواسم أقل ومع ذلك تفوق في التاريخ على الشباب مثلاً صاحب 12 بطولة، على الوصل 11 بطولة، على الجزيرة 10 بطولات. هذه كرة الآن ملعوبة للضنحاني على الجهة اليمنى بيلعبها أمامية ولكنها أطول من اللازم، أطول من اللازم، بيسيطر عليها محمد الشامسي حارس مرمى فريق نادي الوحدة. على الجهة اليمنى محمد برغش، إصابة طبعاً عبد الله الكربي أبرز الغيابات بالنسبة لنادي الوحدة. نتحدث عن فريقين مكتملين، فريقين. أوهو الكرة أمامية، الكسير بذكاء كان ممكن يخطف الكرة لكن هناك خطأ يشير إليه حكم المباراة السيد ماثيو كونغر حكم نيوزلندي، حكم في كأس العالم 2018 في روسيا، سيحكم في قطر 2022، حكم كأس العالم للناشئين والشباب والأولمبياد، أيضا متواجد في الدوري الأسترالي كحكم محترف، كان حكم يعمل في مهنة التدريس، كان معلم وبعد ذلك تفرغ لأن يعمل كحكم محترف. أمامية برغش وكايو، برغش وكايو، أوهو يا برغش غلطة، غلطة، أوهو يا كايو لم تستثمرها، لم تستثمرها، اعتذار من محمد برغش. كايو بالإمكان كان أن كاد أن يعني يمثل خطورة على مرمى فريق نادي الشارجة. شوف شوف برغش هنا، كايو، كايو لاعب ذكي ويستطيع التعامل، شوف حاول يلعبها مباغتة باتجاه المرمى لكنها في الشباك الخارجية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. الصوت الآن لجمهور الوحدة، ما تستمعون إليه الآن هو للجماهير الوحداوية. أمامية باتجاه محمد برغش، برغش بيلعبها، الكرة بتصطدم بعبد الباسط، بتعود لوكس، لوكس لبرغش، الكرة لآلان، آلان أيضا من الصفقات الحقيقة القوية في دورينا هذا الموسم ولعلها الموسم الأقوى من ناحية الصفقات بصراحة. جواو بيدرو بيحاول، الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس لمصلحة فريق نادي الوحدة. كوزمين موجود على الخط، هذا الروماني يريد أن يكون ثالث روماني يحقق بطولة كأس رئيس الدولة لأن بيلاتشي حققها في عام 99 وحققها أيضا 2004 بيلاتشي الروماني، وأيضا يوردانيسكو حققها في 2001 مع العين، وبالتالي ستكون ثالث اسم يا كوزمين إن حققت البطولة من رومانيا، وتبقى الجنسية الأكبر من حيث البطولات الجنسية البرازيلية بثمانية ألقاب. رفعت بيلعبها باتجاه روبن على الجهة اليسرى، روبن بيحاول لازال يحتفظ بالكرة، الكرة إلى خارج الملعب بعد تغطية ممتازة من مدافعي نادي الشارجة، الكرة إلى خارج الملعب. ربع ساعة أولى أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان وعبر قنوات أبوظبي الرياضية في بثها المختلف
والكبير والاستثنائي عبر قنواتها ومنصاتها وتطبيقاتها وكل ما تملك أبو ظبي للإعلام قدمتها في هذه التغطية الكبيرة جدا. الكرة للوحدة الآن، أحمد رفعت، رفعت بيحاول بيلعبها تتخلص، رجعت له مرة ثانية بوضعية أفضل الآن، رفعت بيحاول أمام اثنين لعبها، الكرة داخل منطقة الجزاء، طحنون الكنترول ممتاز، أعادها لبرغش، برغش الإسناد يأتي من ألان، ألان الآن إلى يا سلام يا الوحدة على مثلث جميل في اللقطة الماضية، طحنون إلى ألان، ألان بيلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد من محمد عبد الباسط، شوف تراجع شرجاوي كامل الآن، الكرة بتعود لكايو، كايو بيحاول ياخذها، خذها لنفسه كايو، تكنيك عالي جدا للاعب كبير في كرة الإمارات، يعرف هذا الملعب جيدا. هنا تم تقديمه لكرة الإمارات في 3 مواسم مع نادي العين الإماراتي لما جاء وهو في 22 من عمره ووصل مع العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا في 2016. تعود الكرة مرة ثانية، شارجة 8 ألقاب تاريخية في ملاعب مختلفة. الكرة الآن تصل لعلي شاهين عبد الرحمن يتقدم. شاهين الكرة أمامية باتجاه الوان بيريرا. علوان إلى الضنحاني على الجهة اليمنى، هذه فيها زيادة لعبة الشارجة الآن. عادت الكرة. التحضير لمانولاس. مانولاس بعيدة لكن لا حصلها حصلها. الوان بيريرا بشكل ممتاز رجعت الكرة لكن أدريان إبعاد مش بالمستوى المطلوب، وصلت لي كايو، كايو بيحاول لكن طحنون قطع زاوية التمرير أمامه. الكرة للحسن صالح على الجهة اليسرى، الحسن علي كايو بيحاول كرة لخارج الملعب، رمي تماس لمصلحة فريق نادي الوحدة، وآلان يطالب جماهيره بالدعم بالروح بالقتال بالرغبة الجامحة، لن تؤخذ البطولة بسهولة أبداً. هذا شوف ألان، هذه اللقطة اللي أتكلم عنها، 10 بطولات للكاس يعني ربع البطولات تاريخياً في أرضية الملعب. شارجة يواجه الوحدة لثاني مرة، هذا ليس أول نهائي مكرر في كرة الإمارات، يعني مثلاً الشارجة والوصل على كأس رئيس الدولة 3 مرات، الشارجة والعين على نهائي كأس رئيس الدولة 3 مرات، الشارجة واجه الشعب، واجه النصر، وواجه الوحدة في نهاية كأس رئيس الدولة، بينما الوحدة واجه النصر مرتين، هذا النهائي الوحيد يتكرر على الوحدة، والآن لثاني مرة نهائي يتكرر أمام الشارجة، واجه الأهلي في 96، الوصل في 2000، الشارجة كما ذكرت في 2003، العين في 2005، الجزيرة في 2011، والنصر في 2017. هذا اسماعيل مطر لعب نهائي الشارجة 2003 مسجل من ركلة ترجيحية، لعب نهائي العين 2005 خسر أيضا ذلك النهائي 3-1 وطرد في تلك المباراة، خسر أيضا أمام الجزيرة في 2011 0-4 وهي النتيجة الأكبر في تاريخ نهائيات كأس رئيس الدولة، وفاز في النهائي الأخير أمام النصر في 2017 3-0. هذا النهائي الخامس لإسماعيل مطر، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الشارجة نفذت، شاهين عبد الرحمن إشارة القائد والكابتنية، ودائما الشارجة يعني تعودنا على مدافعين أن يكونون كباتن للفريق، نتذكر إبراهيم صالح، نتذكر عبد الرحمن الحداد، نتذكر يوسف حسين، نتذكر أسماء كثيرة قدمها الشارجة. كرة أمامية حلوة للحسن صالح لكن بمنتها بيغطيها إلى خارج الملعب، رمي التماس للشارجة، الهدف الأول لمن في هذه القمة في أول أبطال الموسم، أيضا من مكاسب الفوز في هذه المباراة أن الفائز سيلاقي العين في مباراة السوبر تقريبا في فبراير القادم. كايو لوكاس إلى الحسن صالح بيلعبها لكن تغطية ممتازة من برغش إلى خارج الملعب، رمي التماس للشارجة، يانيتش يقول لانتظر، جاءت لبيانيتش للحسن، مر الحسن بيحاول كرة تتخلص،
طحنون الزعابي حاول، لكن ضغط شرجاوي ممتاز، رجعت الكرة في منتصف الملعب، اتخلصت من عبد الباسط إلى خارج الملعب، رمي التماس. حكم المباراة، سأعتذر حقيقة كان هناك أي خلل في الصوت حسب الرسائل اللي تصلني، إن شاء الله تكون الأمور كلها على خير ما يرام. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، بيحاول من خلالها شاهين اللي بيخلصها وبيلعبها، بترجع الكرة مرة ثانية للحسن صالح، الحسن بيحاول الكرة لكايو بمار، تقدم والكرة بتتخلص، وهناك خطأ يشير إليه حكم المباراة لمصلحة فريق نادي الشارجة في اللقطة الماضية، خطأ لمصلحة الشارجة. شوف هذا كايو أحد رجال المباراة بشكل كبير، ولاعب في أكثر من مكان مثل الجوكر، كوزمن معطيه الحرية الكاملة كي يتحرك كي يصنع الفارق. شوف هذه توجيهات كوزمن، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الشارجة على التنفيذ بيانيتش. أكثر من 5 لاعبين من الشارجة داخل منطقة الجزاء، تراجع وحداوي كامل، 8 مقابل 5 داخل المنطقة، ضربة حرة مباشرة للشارجة عالية عرضية، بتعدي الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الوحدة، لم تستثمر الكرة، عدت وطالت وشوف راحت على الزاوية البعيدة إلى خارج الملعب، حاول من خلالها شاهين لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، هي ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي الوحدة، ضربة مرمى، تلعب الكرة في منتصف الملعب، تصل الآن لأبيانيتش، تخلصت إلى خارج الملعب، رمي التماس. أجواء مثيرة جدا وأجواء جميلة جدا في قمة الفريقين الكبيرين، أكثر من 32 بطولة على أرضية الملعب، 17 بطولة للشارجة مقابل هذه الكرة، الآن مرتدة لرفعت، رفعت لازال يحتفظ بالكرة، احتفظ فيها أكثر من اللازم، لم تستثمر الكرة، عادت بالخلف، وصلت لفارس جمعة على الجهة اليمنى أطول من اللازم، لكن برغش بيقرأها بشكل ممتاز، محمد لطحنون، طحنون لمحمد، محمد لبيمنتا، لوكاس إلى فارس جمعة، تمريرات العرضية الآن، يعود الوحدة للاستحواذ، فارس جمعة، فارس بيلعبها أقصى الجهة اليمنى، الحسن صالح بيخلص، ترجع للظهير الوحداوي، برغش بيسيطر، الآن أعطى التوازن، أعطى القوة لوسط الوحدة بصراحة، ألن صفقة رائعة وموفقة، ومثل هؤلاء من يصنعون الفارق. شوف كايو حاول الخطأ على لوكاس، كايو بدون أي مركز محدد، ضربة حرة مباشرة، ضربة، سامعين الجماهير، جمهور الشارجة الآن في حالة تشجيع وتفاعل كبير جدا، كرة أمامية، يتقدم للكاسير لكنها أطول من اللازم إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، نترقب وننتظر الهدف الأول في المباراة، أول كابتن وقائد حمل كأس البطولة هو الكابتن القدير أحمد عيسى مع النادي الأهلي. فارس جمعة وحدة، والتحضير من الخلف واللعب من تحت إلى الأعلى، روبن فيليب حتى الآن، ماجد راشد يلعب كظلة، كرة بتتخلص
بتعود مرة ثانية على الجهة اليمنى، تتخلص الكرة ترجع لفارس جمعة. فارس أمامية باتجاه رفعت لوان بيريرا، الكرة بتعدي إلى خارج الملعب. رمي التماس روبن فيليب على تنفيذ رمية التماس، بيلعبها لفارس جمعة. فارس لي بن منتر، تحضير بالخلف. لا توجد نهائيات جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات عدا هذه البطولة اللي هو نهاية 2003. 1-1. أندرسون الشرجاوي الهداف الكبير، وكذلك عاد بشير سعيد للوحدة في تلك المباراة. هذا النهائي الوحيد، يعني فريقين من فرق البطولات ما تواجهوا كثير في المباريات النهائية. تخيل أنت يعني الشارجة وشباب الأهلي ما لعبوا في نهائي كأس رئيس الدولة، والعين والشارجة لعبوا 3 مرات، لكن العين أيضا والشباب الأهلي مرة، العين والوحدة مرة، العين والجزيرة مرة، الجزيرة ضد الشارجة ما لعبوا في نهائي الكأس. فكثير من المباريات اللي نتمنى أن نشاهدها بين فرق كبيرة في دورينا الحقيقة غابت عن المباريات النهائية. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الوحدة على الجانب الأيمن من أرضية الملعب. بطل مدرب جديد اللي راح يفوز الليلة بصراحة، مدرب جديد يعني كوزمان بتكون أول مرة، خيمينيز بيكون أول مرة. تخلص الكرة ترجع مرة ثانية على الجهة اليسرى، رمي التماس أو على الجهة اليمنى على خط التماس، بتعود مرة أخرى بتتخلص الكرة. حوار كبير في منتصف الملعب، يحاول الكاسير لك الكرة بتعدي إلى خارج الملعب. رمي التماس، هذا أولاريو كوزمين المدرب القدير، المدرب المعروف، المدرب المميز في كرة الإمارات. حقق الألقاب، حقق البطولات، الدوري 4 مرات كرقم قياسي. رمي التماس لمصلحة فريق نادي الشارجة، كايو بيحاول يلعبها، برغش إبعاد ليس بالمستوى المطلوب، حلوة مع عبد الباسط، خطرة للشارجة أمام المرمى، كاد أن ينفرد الكاسير لكنها رجعت مرة أخرى لمصلحة فريق نادي الشارجة. مانولاس، حسن صالح على الجهة اليسرى، ضغط كرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الشارجة نحو اللقب التاسع، يريدونها تاسع. والعنابي الذي لم يكن محظوظا في الكثير من الأحيان يريدها ثالثة. كرة تتخلص وتعود مرة أخرى، فاول وخطأ يشير إليه حكم المباراة، فاول وخطأ يشير إليه حكم المباراة السيد ماثيو كونغر، ويخرج بطاقة الصفراء الأولى، الصفراء الأولى في أول نصف ساعة تقريباً على محمد عبد الباسط. تدخل قوي وقرار يستحق البطاقة الصفراء، قرار سليم من حكم المباراة السيد كونغر النيوزلندي. كرة على الجهة اليسرى الآن لمصلحة روبن لأحمد رفعت بيلعبها أمامية باتجاه روبن مغلقين المساحات، لا يستطيع أن يقدم ما قدمه في الأسبوع الماضي على أرضية هذا الملعب. كرة بتعود مرة أخرى،
كرة بتعود تتخلص لوكاس بمنتا أمامية بتتخلص تصل أقرب لحسن صالح اللي بيبعدها لخارج الملعب. رمية تماس محمد برغش على تنفيذ رمية تماس للوحدة على الجهة اليمنى برغش مرة أخرى يتحصل على رمية تماس وأخلاق عالية يا سيد لاريو كوزمن في مساعدة محمد برغش على الوقوف. شايفين هذه المدرجات وهذه الأجواء هنا كرة القدم أيها الأحبة، هذه كرة القدم مدرجات ممتلئة أجواء حقيقة صاخبة. استمع هذا جمهور الشارقة، هذا الاسكرتية سامعين صوتهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه المباراة. رمي التماس الحسن صالح بينفذ رمية التماس، بدأت الكرة تنحصر أكثر في منتصف الملعب عكس البداية اللي شاهدنا فيها إثارة وفرص. ضنحاني بليم بشكل ممتاز من أمام رفعت، مرة ثانية ضنحاني، شاهين بيخلصها أو بيبعدها، بتتخلص الكرة تصل لروبن فيليب. لازلنا ننتظر ونترقب الهدف الأول ولكنها شكلها بتكون صعبة. مانولاس خلصها، رجعت الكرة لأدريان سيلفا اللي خلصها ورجعت على الجهة اليسرى لمصلحة فريق نادي الوحدة. أدريان سيلفا سلامات سلامات سلامات. هناك اللاعب روبن فيليب يسقط على أرضية الملعب بإذن الله مشافى معافى. يكمل المباراة مع بقية زملائه. شوف أخ الضنحاني لمة جميلة جدا فاجأ رفعت فيها، من اللقطات الجميلة للمباراة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الوحدة وعلى التنفيذ إسماعيل مطر. إسماعيل بيلعبها عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، تتخلص إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة الوحدة. الكرة كانت لافة وكانت خطيرة على مرمى الشارجة في اللقطة الماضية. درويش بيخلصها إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية تخلصت من درويش. شوف مثل هذه الكرات الكيرف تكون خطيرة جدا. ضربة ركنية الآن لمصلحة فريق نادي الوحدة. إسماعيل خلف كل الكرات الثابتة، خلف كل الكرات الثابتة، ضربة ركنية. إسماعيل مطر على تنفيذ الركنية لمصعد فريق نادي الوحدة. إسماعيل بيلعبها عالية عرضية، الكرة بتتخلص. ثبات للدفاع الشرجاوي في اللقطة الماضية. كرة بتعود لروبن فيليب، روبن إلى آلان، آلان إلى روبن. روبن الآن يبحث عن تمريرة عالية عالية أمامية، الكرة إسماعيل نزلها بشكل ممتاز لكنها عادت بالخلف. بيانيتش يخد كرة مرتدة، الكرة أقرب لوكاس كايو على الجهة اليسرى تبعد تتخلص إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين، كل فريق يريد أن يفرح الليلة بكل تأكيد لا خاسر. فأنتم من وصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة والشرف الرياضي الحقيقة بالسلام على راعي الحفل الكريم في نهاية هذه المباراة، أعتقد أنه يؤكد على التنافس الشريف وعلى كذلك على بث الروح الرياضية المستمرة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الشارجة نفذت، أقرب لشاهين عبد الرحمن،
شاهين الى برحاني، برحاني للوان بريرا، بريرا تتخلص، كرة ترتد الوحدة، يبعد عن كرة مرتدة سريعة، رفعت بحاول، لكن الكابتن والقائد والكاريزما الدفاعية لفريق نادي الشارجة بيخلصها الى خارج الملعب رمي تمس. لعبت الكرة لأدريان، أدريان دا سيلفا على الخط تماما، نزلت الكرة في أرضية الملعب، يحاول الكرة إلى خارج الملعب رامي التماس، رامي التماس، إن من المنتظرين، إن من المترقبين، ليلة بيضاوية ولا ليلة عنابية؟ الشرجاوي أكيد يقول طال الانتظار يا ملك على بطولة عودتنا عليها على مر سنوات وسنوات، والوحداوي يقول كمل مجهودك يا عنابي وابتسمي يا بطولة الكأس مجددا. كرة تتخلص، حاول وخطأ لمسافة لقب الشارجة، وبطاقة صفراء ستكون في إصابة خالد الطلحاني. إذن هذه الكرة اللي نفذت لمصلحة الوحدة والتي مثلت خطورة كبيرة الحقيقة، ولكن درويش تألق من خلال ألف سلامة خالد الضنحاني الذي يسقط على أرضية الملعب مصاب بإذن الله مشافى معافى. تهديد كان وحداوي حقيقي في اللقطة الماضية، هذا حكم المباراة حكم خبير، بطاقة صفراء على إسماعيل مطر، إسماعيل 39 سنة، مواسم طويلة جدا مع الفريق الوحداوي ومع كرة الإمارات، وأكيد حينما يذكر تاريخ نادي الوحدة سيذكر إسماعيل مطر، سيذكر هذا الاسم اللي قدم الكثير. شوف هذه الكرة وهذا التدخل، واللي كان حكم المباراة لا، شوف التوضيح من حكم المباراة، لغة الجسد، الحوار الممتاز، عملية الإقناع، قرار رائع وجميل من الحكم السيد كونغر. تتخلص، ترجع الكرة في منتصف الملعب، ألان تتخلص الكرة ومن خلالها مانولاس، ترقب وانتظار لأحداث المباراة على الجهة اليمنى، شاهين بيلعبها أمامية باتجاه كايو، ولكن يسيطر عليها محمد الشامسي. كل فريق في الملعب يبحث عن ما هو أفضل في الدقائق القادمة، إن من المنتظرين. الكرة ملعوبة الآن لروبن فيليب، روبن بيخلصها، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق نادي الوحدة، والتحضير من إسماعيل مطر، إعادة الكرة الآن لمصلحة فريق نادي الشارجة. فارس جمعة يعني أعلى استحواذ الوحدة في الشوط الأول من فريق نادي الشارجة، لكنها شكلها من المباريات اللي تودي ركلات ترجيح، اللي توديك لركلات الترجيح مثل هذه المباريات. حالة التركيز العالية، محمد الشامسي عالية وأمامية، الكرة بتتخلص، الكرة بتتخلص، رمي التماس لمصلحة فريق نادي الشارجة، الحسن صالح على تنفيذ الرمية، حكم المباراة يأمر بالعودة إلى الخلف من حيث ما خرجت الكرة. نفذت الكرة الآن لمصلحة شاهين عبد الرحمن للضنحاني، خالد اللي رجع بالسلامة، عادت الكرة الآن، شاهين أطول من اللازم، أطول من اللازم يا شاهين، عدت الكرة أطول من اللازم يا شاهين، هذه ثاني كرة، رمي التماس، 9 دقائق أو 6 دقائق وأقل أيها الأحبة، نقترب من الدقيقة 40، نحن نلعب في ثنايا الدقيقة 40 من عمر المباراة. أستاذ هزام بن زايد في قلب مدينة العين، المدينة النابضة بحب الوطن، المدينة
التي دائما وابدا وعبر التاريخ لها ادوار وادوار في بلادنا الحبيبة. الكرة إلى خارج أو لا زالت في أرضية الملعب. رجعت الكرة لأدريان سيلفا. أدريان سيلفا إلى بيمنتا في منتصف الملعب. الكرة الآن لبيمنتا الذي يتقدم. بيمنتا بيلعبها باتجاه طحنون الزعابي من أقل لاعبي الوحدة في التعزيز الهجومي. طحنون يعني الجهة اليسرى بالنسبة للوحدة أفضل من الجهة اليمنى. كرة لا زالت لأدريان الوحدة بزيادة عددية يهاجم. الكرة بتتخلص من خالد الضنحاني. شوف كايو 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 ومبغتاته وسرعته. الآن نلاحظ أن الكاسير موجود في الجهة اليسرى. ترجع الكرة لأدريان. أدريان لإسماعيل مطر. مطر إلى برغش على الجهة اليمنى للوحدة. الكرة لطحنون الزعابي. طحنون طحنون لازم ينمي مهارته بالقدم اليمنى لأن في أماكن كثيرة لازم أن يتصرف بالقدم الأخرى. كرة بتعود لفارس جمعة. استحواذ وحداوي. كرة تتخلص هذه. إسماعيل بيحاول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية يشير حكم المباراة. ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الوحدة على الجهة اليسرى لدرويش. الدقيقة 41 من عمر المباراة في النهائي رقم 45 في تاريخ نهائيات كأس رئيس الدولة على مر التاريخ. ضربة ركنية طحنون هذه المرة وليس إسماعيل. حكم المباراة يفض بعض الاشتباكات داخل منطقة الجزاء. بيمنتا والوان بيريرا. ضربة ركنية عليه مصلحة فريق نادي الوحدة. لازلنا بانتظار تنفيذ الضربة الركنية. عالية عرضية. درويش بيخلصها. رجعت الكرة الآن لبيانيتش. بيانيتش تحت الضغط لو فقدها. لا مشاها بشكل ممتاز. وكايو تحت الضغط أيضا. يا السلام لكنها تخلصت. رجعت الآن لرفعة اللي مشاها إلى طحنون. أجواء مثيرة الآن. طحنون يدخل إلى العمق. طحنون لكنها قصيرة قصيرة ومن خلال فاول وخطأ يشير إلى حكم المباراة لمصلحة فريق نادي الوحدة. أكثر من خطأ تحصل عليه الوحدة في هذا المكان. ضربة حرة مباشرة. هذا ألل اللي جابك للوحدة هو نفع الوحدة. اللي جابك للوحدة واختارك للوحدة كان نصوحا محبا ويعرف الإمكانيات وما يحتاجه. هذا الشرجاوي يوجه الحيطة. ضربة حرة مباشرة للوحدة. أخطاء كثيرة للوحدة في الشوط الأول. ضربة حرة مباشرة. إسماعيل عالية عرضية داخل منطقة الجزاء. إبعاد. ثبات شرجاوي في كل الكرات العرضية. الكرة الآن مرتدة. كايو 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 كايو. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا اللي توني أتكلم عنه. هذا اللي أقول ما جابك للوحدة إلا محب وناصح. شوف هذه الكرة شوف هذه الكرة. يا سلام يا علن. أوقف كرة مرتدة ومؤازرة جماهيرية كبيرة الآن. تفاعل من الجماهير الوحداوية. شوف 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 كل الوحداوية وقفوا معاه وقفوا معاه. لجرينتا الروح. رمي التماس. نفذت الكرة للكاسير إلى خارج الملعب. رمي التماس أخرى في نفس الجهة ولكن ليست من نفس المكان. نستمتع بأحداث نهائي كأس رئيس الدولة بكل تأكيد. لن تتذكر الجماهير من الأفضل من الأحسن. ستتذكر من بطل الكأس في هذه السنة. طحنون الزعابي. طحنون والحسن صالح. الحسن خلصها. فاول وخطأ يشير إلى حكم المباراة مع احتجاج كبير من الشرجاوية وبالتالي وجود ضربة حرة مباشرة.
من النهائيات المكررة في كرة الإمارات، الأهلي والشباب سابقا، الأهلي والنصر، الوحدة والنصر، العين والشارجة، الشارجة والوصل، هذه كلها نهائيات تكررت في كرة الإمارات في تاريخ مسابقة كأس رئيس الدولة. أدريان رفعت يدخل إلى العمق، بيحاول يمر، الشارجة يبحث عن هذه الكرة، لكن يا سلام يا سلام على رجل المباراة الأول، الآن الآن وغير الآن، يا الآن نجم شوط المباراة الأول. دقيقة واحدة أعتقد وقت بدأ ضائع لأحداث شوط المباراة الأول، كرة تخلصت، ارتدت الآن لكايو، كايو أمامية لألكاسير، الكاسير تباطأ في الكاسير، راية وتسلل، راية وتسلل على الكاسير، تتخلص الكرة، آخر كرة في شوط المباراة الأول، تعادل بدون أهداف، كل فريق لعب بستايل مختلف بطريقة مختلفة وبأدوات مختلفة. الوحدة فضل الاستحواذ، فضل صناعة اللعب من الخلف، محمد الشامسي بيبعدها الآن إلى خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس للشارجة، خلاص نحن أمام 15 ثانية. الغلطة يا محمد في مباراة مثل هذه ما راح ينساها الجمهور، لذلك اللعب على مبدأ الأمان هي المسألة المهمة جدا. رمي التماس للشارجة، خلاص صافرة السيد ماثيو كونغر تعلن نهاية شوط المباراة الأول بين الشارقة والوحدة بتعادل الفريقين بدون أهداف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في شوط المباراة الثاني وأن تكون الأمور ثاني. سنتأكد مكان من يبدو مكان بيانيتش اللي ترك أرضية الملعب ممكن بداعي الإصابة أو عدم الجاهزية الكاملة. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا لضيوفك الكرام، شكرا لمن ينضم إلينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. كرة الآن إسماعيل بيلعبها ولكن تتخلص، ترجع مرة ثانية طحنون، طحنون بيهيئها، الكرة لا زالت قائمة، بتعود لآلن، آلن على الجهة اليمنى لبرغش، برغش بيحاول، لازال يحتفظ بالكرة، تمويه ممتاز. إذن أذكر بأن الشارقة يجري تبديل مع مطلع شوط المباراة الثاني بإشراك عثمان كمارة مكان بيانيتش، هذه كرة تتخلص أيضا وبتعود. وأيضا أنوه للمشاهد الكريم أن حسب لائحة البطولة أن المباراة في حالة استمرار التعادل ستذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح. كرة اللي رفعت، رفعت والإسناد يأتي من روبن، رفعت بيلعبها بيخلصها درويش في اللقطة الماضية، ترجع الكرة الآن للوان بيريرا، الوان بيريرا على الجهة اليسرى، الوحدة بنفس الأسماء وضغط عالي، الكرة ما فيها شيء، كرة لازالت على الجهة اليمنى للوحدة، طحنون طحنون يتقدم أمام المرمى بيلعبها، الكرة تتخلص من الحسن صالح، ترجع للوان بيريرا مع الرتم السريع، ما قدرنا نذكر تشكيلة الفريقين. كرة للوان، تقدم الوان، كرة للشارجة وبتعود مرة ثانية، وأيضا لا وجود لخطأ، احتجاج شرجاوي كبير. محمد الشامسي بحراسة مرمى الوحدة، بيمنتا وفارس جمعة كقلبي دفاع، فرغش على الجهة اليمنى، روبن فيليب على الجهة اليسرى، لاعبي ارتكاز ألان وأدريان سيلفا، أمامهم إسماعيل مطر، تحنون الزعابي على الجهة اليمنى، أحمد رفعت على الجهة اليسرى، وجواو بيدرو كمهاجم، بينما فريق نادي الشارجة بدرويش محمد لحراسة المرمى، قلبي الدفاع مانولاس وشاهين، خالد الضنحاني على الجهة اليمنى، الحسن صالح على الجهة اليسرى، ماجد راشد وعبد الباسط، محمد عبد الباسط في لاعبي المحور والارتكاز، أمامهم الآن أشاهد يكون عثمان كمارا والوان بيريرا وكايو كثلاثي وسط هجومي، والمهاجم الكاسير بدون اللعب بمهاجم صريح بالنسبة لفريق نادي الشارجة، جانب من جماهير الملك الشرجاوي حاضرين ومؤازرين من مختلف الأجيال، هذا المدرج الخاص الذي ينقسم في الجهة اليمنى كاملة للشارجة، الجهة اليسرى كاملة لأصحاب السعادة وأوفياء هذا وأوفياء ذاك، وشوط ثاني بإذن الله تعالى نأمل أن تكون جميع الأمور على أفضل حال. إذن
لازلنا ننتظر كثير من المباريات اللي راحت لركلات الترجيح. الشارجة دائما تبتسم لركلات الترجيح باعتبار انه يعني فاز على العين بركلات الترجيح في مناسبتين وعلى الوحدة في مرة، والوحدة لم تبتسم لركلات الترجيح. كرة لها الكسير، الكسير بيحاول، لازالت الكرة قائمة ولكن أدريان بيخلصها وبتعود الكرة من محمد الشامسي اللي بيخلصها إلى خارج الملعب أو لازالت في أرضية الملعب. كرة تصل لأدريان، هناك مفاتيح أيضا مهمة جدا للفريقين. كرة لطحنون الزعابي، طحنون بيخلصها باتجاه ألن، ألن لإسماعيل مطر تحت الضغط، رجعت الكرة ألن. يا سلام يا سلام، قيمة كبيرة جدا لهذا اللاعب، قيمة كبيرة جدا لألن فارس جمعة. تقدم الآن في شيء من المغامرة لفريق نادي الوحدة، فارس بيلعبها حلوة الكرة لأجواو، خلصها عبد الباسط، رجعت ما بين برغش وبيريرا. الكرة الآن أقرب، شوف الالتحامات البدنية القوية بين لاعبي الفريقين. عثمان كمارة بيحاول يتقدم، ويا هناك خطأ يشير إليه حكم المباراة، خطأ يشير إليه حكم المباراة. والله أنا أعتذر إذا كانت استمرارية المشاكل في الصوت. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الشارجة، شاهين على التنفيذ، شاهين على تنفيذ ضربة حرة مباشرة لصاحب الثمانية ألقاب في تاريخ هذه المسابقة الملك الشرجاوي، بينما الوحدة صاحب بطولتين، الشارجة صاحب ست ألقاب لبطولة الدوري، الوحدة صاحب أربع. الوحدة تفوق في كأس الاتحاد وفي كأس الرابطة وفي السوبر على الشارجة. كرة الآن تتخلص هذه إلى خارج الملعب، عالمية تماس الليلة لمن؟ الليلة لمن أيها الأحبة؟ هي فرحة غامرة، فرحة كبرى. هل هي مسيرة ظاهرة من العين؟ بإذن الله ظاهرة من العين، والله يحفظهم جميعا إن شاء الله. إن كانت المسيرة من العين للشارجة، وإن كانت المسيرة من العين البوظبي، ستكون لمن؟ شاهين عبد الرحمن بيخلص إلى خارج الملعب، خطأ يشير إليه حكم المباراة مع احتجاجات شرجوية كبيرة في الدقائق الماضية. هذا جواو، أذكر وأنوه ما في أشواط إضافية، أنا ودي الأشواط الإضافية ترجع يا أخواني، خل البطولة تصعب أكثر وأكثر. أما مباشرة على ركلات الترجيح ونحن في، لا نحن في نهاية الموسم ولا نحن في بداية الموسم، يعني بداية الموسم فيها مشكلة من ناحية اللياقة، نهاية الموسم فيها مشكلة من ناحية الإجهاد، لكن نحن في أفضل فترة، في أفضل فترة. ضربة حرة مباشرة للجاب الكاسير، يقول ممكن يسدد، ممكن يباغت ويسدد، خصوصا ان الحائط لاعب واحد. الكاسير بيتقدم بيلعبها، الله، هدف ملكي، هدف شرجاوي ملكي، الاحساس كل الاحساس، كان راح يشوت وحطها في المرمى الكسير، وأعلن عن تقدم الملك الشرجاوي. هدف ناصع البياض، هدف ما عليه اعتراض، حاضر وماضي لونه ياضي. شرجاوي يا شرجاوي، يتقدم الملك، يا سلام. الكاسير كسر التعادل، الكاسير يكسر السنين العجاف، الكاسير يعلن عن تقدم الملك نحو التاسعة.
الساعة الآن التاسعة والشرجاوي يبغيها تاسعة. يا سلام لسقرتية تقدموا بأول أهداف المباراة والكسير مباغتة وهدف. يا سلام يا سلام مدرجات الشارجة يا جماعة حركت الملعب حركت الملعب والكرة يا سلام بتتخلص وبتعود. أوه ساعة تسع حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة الساعة التاسعة والشرجاوية يبغونها تاسعة بعد 18 سنة 19 سنة يا شرجاوي. هل عادت الليالي؟ هل عادت الأيام؟ هل عاد التتويج الملكي؟ لكن قول ملكي للملك. يا سلام كيف ردت الفعل لأصحاب السعادة؟ كيف ردت الفعل لأصحاب السعادة؟ ضربة حرة مباشرة وإذا الشارجة إحساسي كان يقول كنت أقول الحيطة من لاعب واحد شكله الكاسير بيشوت شكله بيشوت. ما سمعوني الوحداوية ما سمعوني الوحداوية. استمع استمع استمع. يا سلام الله 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 الله. إني من المستمتعين إني من المستمتعين بهذه الأحداث. كرة الآن للوحدة عالية وعرضية بتتخلص ترجع الكرة عثمان كمارة إلى خارج الملعب. رمي التماس رمي التماس روبن فيليب على تنفيذ رمية التماس لأصحاب السعادة للوحدة الذي يريد أن تكون له ردة فعل. ما وده مرة ثانية يخسر ما وده بعد 19 سنة من المواجهة الأولى أنه يخسر. يملك الأدوات يملك الأسماء يملك القيمة والقامة والقيم من أجل العودة للمباراة. الكرة إلى خارج الملعب. يا مخرج ممكن بعد شوي تعيد لي هدف الكاسير. كرة ملعوبة لبيمنتا خطأ كبير وقع فيه الوحدة في مباراة مثل هذه. طحنون الزعابي بيخلصها الحسن صالح إلى خارج الملعب رمي التماس. طحنون الزعابي والوحداوية ينتظرون أن هذه البطولة تبتسم لهم. حكم المباراة يحتسب فاول الآن ضد الوحدة. هل بدأ لاعبو الوحدة في حالة النرفزة؟ الآن الحكم بعد ما كانت رمي التماس للوحدة لا رمي التماس للوحدة لا زالت رمي التماس. نهدى يا طحنون ويا لوان بيريرا وليلة الجمعة. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. صلوا على نبيكم محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. رمي التماس الشوط الثاني فيه هدف من الأهداف الجميلة في مسابقة الكأس في المباريات النهائية. كرة ملعوبة طحنون بيحاول. شوف الشرجاوية الآن يعني بصراحة تنظيمهم أكبر مع مطلع الشوط المباراة الثانية. ممكن نشوف الهدف مرة ثانية مخرجنا. سلامات الوان بيريرا سلامات. نشوف نشرح فنيا شو اللي حدث في الهدف. حتى الآن المسيرة من العين على دبي العابر إلى الشارجة. شوف برغش بخبرة كبيرة يقول هدوا يا شباب. فعلا الوحدة الآن يحتاج إلى التهدئة. لماذا؟ لأن في حالة النرفزة في حالة العصبية معظم اللاعبين ما راح يقدموا للمستوى المطلوب منهم وبالتالي تكون لمصلحة الفريق الشرجاوي. كرة الآن ملعوبة الآن في منتصف الملعب بيلعبها لأدريان بيتزي. سيكون حل مهم جدا لمصلحة فريق نادي الوحدة. كرة للوحدة للعنابي. صعب ان الوحدة يستسلم. كرة لألن ألن بيلعبها بتتخلص. شوف الشارجة يبحث عن الكرة المرتدة سريعا والكرة بتعود للوحدة ما فيها شيء. أدريان بيحاول بتتخلص
جواو بيحاول يمر، مباراة ممكن تشهد بطاقة حمراء على هذه الالتحامات. ألن بيلعبها لبرغش، برغش بيحاول والكرة بتتخلص إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. عطري هدف الكاسير، خلنا نشوف الخطأ الكبير المركب الذي ارتكب من دفاع الوحدة. شوف على الكاسير قال أنا طالب التبديل. ما أعتقد راح يشرك مخيتي ديوب الشارجة، ما أعتقد. ممكن عثمان كمارا يذهب كلاعب مهاجم، ممكن ماجد حسن يثبت الدفاع أكثر ويلعب. الكاسير يطلب التبديل، خلاص مو بقادر يكمل المباراة، يعني بعد أن شارك في بداية المباراة كأساسي وشارك بيانيتش أيضا كأساسي. بيانيتش ترك أرضية الملعب بين الشوطين، والآن الكاسير صاحب الهدف يطالب بالتبديل. الكرة الآن على الكاسير، مباراة مشحونة جدا، كل فريق يريد شرف الفوز بهذه البطولة، لكن المدرجات الشرجاوية الآن يا تبغيلهم وصف، تبغيلهم كلام. مدرجات في الكاس في الدوري رجعت، لكن لما نتذكر الشارجة وبرامجنا القديمة اللي كانت تغطي على البث الأرضي وكيف كان الشارجة يحضر جمهوره بهذه الأعداد الكبيرة. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين، ما زالت المباراة في أرضية الملعب، الوحدة عليه جهد أكبر. كرة هذه أمامية ممتازة، روبن بيحاول، روبن تحت الضغط مع عثمان كمارا، روبن بيحاول كرة إلى ضربة مرمى. بيتزي خيار مهم جدا للوحدة قبل فوات الأوان، بالذات في صناعة اللعب. أيضا الكاسير لازال يطلب التبديل والمدرب يجهز، يبدو خالد بوزير، هذا خيمينيز أن يكون ثاني إسباني يحقق البطولة بعد كيكي فلوريس مع الفريق رقم واحد في تاريخ هذه البطولة شباب الأهلي صاحب 10 ألقاب. الكرة هذه بتتخلص، الكاسير تحت الضغط، الكاسير مشاها شرجوي، الله كانت فرصة الاحتفال باللقب يا شرجاوي. الكاسير اللي يطلب التبديل هو اللي مبدل الأحوال في شوط المباراة الثاني. كايو علت العرض بقليل وراحت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى ياه، كانت فرصة هدف ثاني للشارجة. لكن الوحدة حتى الآن بدون ردة فعل حقيقية على مرمى الشارجة، ما في فرصة، ما في ضغط. الشارجة كايو باتجاه كمارا لكنها طالت في مساحات في دفاع الوحدة في حالة من عدم التركيز. الوحدة يحتاج الآن للاعبي الخبرة، خليل إبراهيم سيشارك مكان أحمد رفعت، بالتالي شو اللي راح يحدث الآن؟ هذا التبديل، هل في تغيير في المراكز؟ لا، خليل راح يلعب في مركز الجناح الأيسر، من فترة طويلة ما شفناه. وماجد حسن راح يشارك مكان الكاسير، هذه بالخطأ من محمد الشامسي، ترجع الكرة في منتصف الملعب، بتعود الكرة لأدريان، تتخلص، الحكم يقول على الكرة. نبقى مع المباراة لحظة بلحظة بكل تفاصيلها، بهجماتها، بإثارتها، بالدفاع المكشوف للوحدة. يعني تراجع في الأداء الوحداوي، الهدف اللي سجل في مرمى أعتقد أيضا ألقى بظلاله على معنويات لاعبي الوحدة وتركيزهم. الآن ماجد حسن مكان من؟ مكان لا، اللوحة مو بواضحة، مكان منو؟ مكان عبد الباسط، لا، مكان الكاسير. خطأ كان في التبديل، إذن الكاسير راح يترك أرضية الملعب. وشوف شوف 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 وين وداها، شوف وين وداها، أوه ياهي، لقطة غريبة عجيبة سجل من خلالها الملك الشرجاوي.
اللي يلعب النهائي رقم 9 واكثر من لعب المباريات النهائيه العين ب 14 نهائي ونهائي ملغي، يعني 15 نهائي وصل لها العين. شباب الاهلي ثاني اكثر فريق ب 12 نهائي، ثم النصر والشباب ب 11 نهائي. الوصل المتصدر لدورينا بعشر نهائيات، الشارجة الآن النهائي العاشر. كرة بترجع مرة ثانية، فاول وخطأ على ماجد. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي الوحدة اللي لازال لديه سلاح مهم في دكة البدلاء لم يستخدمه، وهو بيتزي. نفذت الكرة لطحنون، طحنون الزعابي، هذه مضاغطة للوحدة. طحنون بهيئة الإسماعيل بيلعبها، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. عاندتك كثير يا إسماعيل البطولة، عاندتك كثير. أول نهائي لك أمام الشارجة خسرت بركلات الترجيح، ثاني نهائي لك أمام العين وخسرت 3-1، ثالث نهائي أمام الجزيرة وخسرت 4-0، رابع نهائي ابتسم لك بالفوز على النصر 3-0، والآن النهائي يعاندك ويبتسم للشرجاوية حتى الآن. خيمينيز وحديث مع الجهاز الفني، عالية وأمامية. جواو لا زال يبحث عن السناد، شوف كايو كيف خطفها كايو، والكرة بتتخلص من فارس جمعة، وخطأ آخر من محمد الشامسي. يوم غير جيد حتى الآن لمحمد، كاد أن يخطفها كايو، والكرة الماضية. هنا لقطات علوية من دار الزين، من مدينة العين، من قلعة الجاهلي، من جبل حفيد، من مدينة ترابها تاريخ ووديانها تاريخ وينابيعها تاريخ، وكايو ليلة للتاريخ. الشعور الليلة بأن الليالي الحلوة ستعود حتى الآن للشارجة، بينما الوحدة حتى الآن نتكلم عن ردة الفعل الفنية الحقيقية في أرضية الملعب، وشاهد أن الوحدة في حالة من التوتر في أدائها حتى الآن، لم يستفيق من صدمة الهدف الذي سجل، رغم أنه يعني أنت تتكلم عن لعيبة في الوحدة، لعيبة خبرة، إسماعيل 39، فارس جمعة، أجواو، بيدرو، كل هؤلاء، محمد برغش، كل هؤلاء مفروض، وألن من دوريات عالمية قادم، وبالتالي الوحدة الآن المطلوب منه الآن يسوي تهدئة اللعب، الاحتفاظ بالكرة، عودة الثقة، الدخول مرة أخرى إلى أجواء المباراة. الشارجة يبغي الدقائق تتم مثل ما كانت. ضنحاني بيخلص، عبد الباسط إلى خارج الملعب، رمي التماس. الشارجة في أدائه مرونة، كان في أدائه صبر وعدم استعجال. ألن، إعادة انتشار للوحدة في أرضية الملعب. كرة ملعوبة من أدريان أمامية باتجاه برغش، برغش نزلها حلوة لخليل، خليل بيلعبها أمامية لكنها بتتخلص، والله من زمان ما شفنا خليل، عودة حميدة. ألن بيلعبها باتجاه طحنون الزعابي، شوف طحنون أصبح جناح أيسر الآن، خليل أصبح جناح أيمن. ألن يتقدم الآن، ألن يحاول الآن نقل الكرة على الجهة اليمنى لبرغش، العرضية المثالية هي عرضية، يا عرضية صح ولعبة صح، بس النهاية ما كانت صح. برغش لعبها، سمعة ما كان متسلل، سمعة لعبها، راحت يا إسماعيل، كان بالرأس راح يكون هدف تاريخي لإسماعيل مطر، لكنها راحت، عدت من قلبي الدفاع العملاقين مانولاس وشاهين، وبرغش بشكل ممتاز. بيتزي، تيغالي المدرب الآن يستدعي تيغالي، والله يا هو شوط،
رجعت كرة الإمارات بإذن الله كمسابقات محلية، رجعت كمسابقات محلية. دورينا مميز والكاس مميز والسوبر مميز، وإن شاء الله القادم أفضل. أنا وجدت أروى بارينا قبل المباراة لو كنت داعبة أقول له في احتمالية استبعاد أحد المنتخبات الآسيوية، فقال لي إذا صارت وتم الاستبدال وإشراك منتخب الإمارات، طبعا الموضوع لازال ضمن طور الإشاعة ولا يوجد له مصدر رسمي. أنا أتكلم عن الأنباء اللي انتشرت أمس عن تجميد الاتحاد الإيراني أو عن مطالبة الفيفا بتجميد الاتحاد الإيراني، لكن إن صارت يا هي فرحة. فهو عذري بوعد، يعني قال لي إذا صارت إن شاء الله تصير، حتى لو ما تنفذ الوعد تصير لبلادنا إن شاء الله. الكرة بتتخلص من خالد الضنحاني، الوحدة يقترب من مرمى الشارجة أكثر، روبن فيليب بيحاول، كمارا خلصها، فاول وخطأ لمصلحته. تذكروا هذا الكلام وهذا الوصف الذي راح أوصفه الآن. أي كرة مرتدة، كمارا وكايو قد يحسمون الكثير من المباراة، خصوصا مع تقدم دفاع الوحدة إلى منتصف الملعب. عبد السلام جمعة وحديث مع طاقم التحكيم تيغالي، يعني التبديل محيرنا كلنا، مستحيل يسحب جواو، سيلعب بمهاجمين، سيسحب من؟ هل سيسحب أحد لعيبة الارتكاز أدريانو ألان، ولا سيسحب إسماعيل مطر ويلعب دون صانع ألعاب؟ كرة لكايو، يا سلام يا سلام، بين منتا بيخلصها إلى خارج الملعب. تبديل، نشاهد جواو، هل يخرج جواو؟ لا، مكان إسماعيل مطر. متوقع أن ما كان تيغالي هو اللي يشارك بيتزي في صناعة اللعب، خصوصا أن وسط الوحدة ما يوصل كرات إلى الناحية الأمامية، فبالتالي إشراك تيغالي الآن وعدم وجود صناعة للعب إلا إذا أعطي أدريان مساحة أكبر أو ذهب طحنون الزعابي ليركب مكان إسماعيل. سنشاهد ما الذي سيحدث فنيا في أرضية الملعب. الضنحاني، ماجد حسن تذوق حلاوة الفوز مع النادي الأهلي ثم الشباب الأهلي لسنوات. كرة تتخلص، جواو بيدرو ينزل تحت جواو يحاول يمر، كرة تتخلص إلى خارج الملعب من خالد الضنحاني. رمي التماس، جواو لتيغالي، جواو بيحاول تتخلص، فاول وخطأ على جواو بيدرو، ولي وصلحة عبد الباسط، محمد عبد الباسط. ضربة حرة مباشرة لمصلحة الشارجة اللي ياخذ وقته. الأمواج الآن في المدرجات، والله يا جماعة ودي بالمزيد من اللقطات، رغم أن مخرجنا ما قصر، منظر رائع جدا في المدرجات. وعبد الباسط، شوف الثلاثة الآن في الكادر، شوف كيف يتوزعون،
في شيء اسمه اغلاق زوايا التمرير، زوايا التمرير. هذه الكرة الآن اضطر الوحدة للعب التمريرة بهذه الطريقة، لكن برغش تعامل معها بشكل ممتاز. كانت صعبة، كانت صعبة. نفذت الكرة لأدريان، أدريان لبرغش، برغش لخليل، خليل، خليل لبرغش، أطول من اللازم، أطول من اللازم إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. سينفرد الشارجة إذا ما تمت هذه البطولة بالمركز الثالث من حيث الأندية الإماراتية في سجل الأبطال. العين أكثر من 35 بطولة، شباب الأهلي 28، الشارجة والنصر في المركز الثالث ب17 بطولة. وبالتالي إذا استمر الشارجة بهذا الفوز سيصل البطولة رقم 18. كرة بتتخلص، عثمان كمارا، كرة في منتصف الملعب، كرة الآن ملعوبة لطحنون الزعابي، طحنون أقرب الكرة لأدريان، دا سيلفا مشاها لبرغش، برغش مع خليل، أين العرضية؟ أين العرضية؟ تقدم خليل، توغل خليل، تيجاني أمام المرمى، الله! هذه كانها هدف، لكن شاهين كابتن الشارجة يمنع الوحدة، منع هدف وحداوي محقق. يا سلام يا خليل، يا سلام يا تيغالي، اوه على لقطة يا شاهين. شاهين كان شاهين في اللقطة الماضية، شاهين كان شاهين في اللقطة الماضية. طحنون عالية، عرضية للوحدة، راحت من امام فارس جمعة. هدي يا ولدي، هدي، الله يحفظك، هدي هدي هدي. شوف 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 شوف، هدف، هذه ايضا هدف، لكنها راحت الى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى. يا هي لقطات من خلال دقيقة، الوحدة كان ممكن يسجل هدفين لكنها راحت. شوف الان، الآن جمهور الوحدة حتى بدأ يتحرك، الآن جمهور الوحدة يتحرك على تحسن الأداء. عطني مدرب، يا ولدي الله يحفظك، هدي أعصابك، بعدك صغير، بعدك صغير، الله يطول عمرك على الأعصاب وعلى الحركات. ربي يحفظكم، استمتعوا بكرة القدم، جماهير وأصحاب السعادة. حرك مرة أخرى ونحن نصل إلى آخر ربع ساعة من عمر المباراة. أيها الأحبة، أيها المتابعون في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قنوات أبوظبي الرياضية، ليلة للتاريخ، ليلة مهمة، ليلة منتظرة. إن شاء الله مثل ما بدت بالروح الرياضية ستنتهي بالروح الرياضية. هنا جانب أيضا من التبديلات اللي تحدث، خالد بوزير وسالم سلطان. الشارجة راح يلعب بثلاث مدافعين، قال يعني ثلاث قلوب دفاع، خالد الضنحاني على الجهة اليمنى، الحسن صالح على الجهة اليسرى، ثلاث محاور سحب عبد الباسط، يعني إعطاء خالد بوزير، يعني خلنا نقول يلعب في مركز ثمانية، وكايو كمهاجم، والمباراة لسه فيها هدف. أنا أقول لسه فيها هدف، والعلم عند الله. الكرة نزلت الآن لطحنون، بيحاول طحنون الزعابي يبحث عن السند، عالية أرضية، راح تروح، راح تروح، وخلاها الحسن صالح تروح إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الوحدة. هذه اللحظات التي غابت لسنوات، وكأنها غابت للحظات، منظر المدرجات. هذه كرة القدم،
كرة القدم لن تلعب إلا هكذا. يا سلام الكاسير، الحيطة غريبة وتصرف الشمسي غريب. في اللقطة الماضية هدف شرجاوي يعلن عن تقدم الملك حتى الآن نحو اللقب التاسع للوحدة. حكم المباراة يفضل اشتباك ماجد حسن مع أدريان، الكل لازال ينتظر هذه اللحظات، يستأنف اللعب مجددا. ضربة ركنية والله الحكم ممتاز، يعني ماثيو كونغر يحكم في بلد الكنغارو في بلد استراليا كحكم محترف، لكن في نيوزيلندا كرة القدم يعني ليست اللعبة الجماهيرية الأولى. الوحدة وثام النهائي يا عنابي، تاسع نهائي تاسع نهائي. ضربة ركنية طحنون عالية عرضية، درويش بيخلصها، فرج السلام. كنت راح ترد بهدف أحلى من هدف الكاسير يا فارس، كنت راح تسجل أجمل هدف في حياتك في اللقطة الماضية لكنها عدت. ضغط الوحدة، تحسن الوحدة، اقترب الوحدة، ولا زلنا الحقيقة ننتظر ما الذي ستؤول إليه هذه القمة في العين في دار الزين في قلب الإمارات. عالية وأمامية، اي والله ان العين قلب الإمارات، قلب بلادنا، منها والدنا ومنها معزبنا ومنها كل شيء جميل. تحية للعين وتاريخها ولكل مناطق دولة الإمارات، مدنها، قراها، جبالها، ووديانها، شواطئها وصحاريها. أمامية الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى ضربة مرمى. تسع دقائق من عمر المباراة، يعني الوحدة سيكون من أقل الفرق الحقيقة التي تصل للنهائي ولا تفوز. خسر من النصر، خسر من الأهلي، خسر من الشارجة، خسر من العين، خسر من الجزيرة، كل سادس مرة، عدد كبير. عثمان كمارا لعبها، خلصها جواو أدريان، فاول وخطأ، إعادة تنفيذ الخطأ، إعادة تنفيذ الخطأ. تسع دقائق وأقل أيها الأحبة الكرام. الشارجة حتى الآن نجم الليلة، حتى الآن بيتزي الآن يتم استدعائه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، روبن فيليك، يعني شوف شوف كوزمن، شاهد ما فعله روبن في الجولة الماضية والأسس والصناعات، أغلق كل المساحات، تكاد لا تكون هناك كرة عرضية لعبها روبن فيليك في المباراة. برغش عالية عرضية، الكرة داخل منطقة الجزاء، خليل يعيدها والإبعاد من مانولاس بمنتا، لمسة يد. خيمينيز، يعني حقيقة الإصرار على تأخير بيتزي، يقولون ستخسر كثيرا إن آمنت أن حكمتك تدرك كل شيء وتفاعلت مع الأمور على هذا الأساس. شرجاوية زحمة الليلة في العين من كل مكان، من كل إمارات الدولة. الكرة بتصل لمحمد برغش، برغش لألن، ألن لأدريان، أدريان لطحنون، طحنون لروبن، روبن يعيدها لأدريان، أدريان يعيدها لطحنون، طحنون لأدريان. وماذا بعد ذلك؟
رجعت الكرة لآلان. آلان آلان على الجهة اليمنى لبرغش، برغش لآلان. آلان روح المبادرة أمامية لجواو، جواو لعبها أمامية للوحدة، عرضية بتتخلص بتتخلص. كايو من زمان ما شفناه يحصل على خطأ، فرصة للاستراحة للشرجاوية. ابتسامة كايو. إذا بيتزي وعبد الله حمد، محمد برغش يترك أرضية الملعب، محمد برغش يترك أرضية الملعب، عبد الله حمد وبيتزي من الثاني، طحنون الزعابي. إذا هذه التبديلات اللي تحدث الآن. السؤال الذي يطرح نفسه، واعتقد ان زميلي اسامه الاميري هو مذيع استاذ في قنوات ابو ظبي الرياضيه، سؤال راح يكون بارز: هل ادارها خيمينيز بالشكل الصحيح؟ هل تفاعل مع المباراه بالشكل الصحيح؟ ام اما كوزمن تبتسم له للمره الاولى؟ تكسر العقده يا كوزمن، تفوز لاول مره بالكاس يا كوزمن. إنا من المنتظرين، وما هي إلا خمس دقائق ويزدى الستار على الوقت الأصلي. خليل أصبح ظهير أيمن، خليل بيلعبها عرضية، مانولاس بالرأس إلى خارج الملعب، رمي التماس صارت سجع. مانولاس بالرأس رمي التماس، كرة ملعوبة لبن منتا، فارس جمعة، بن منتا، كرة علي عبد الله حمد إلى خليل، خليل تحت الضغط، رجعت لعبد الله يحاول يمر، يمر بشكل ممتاز، والحسن بيخلصها من أمام المنهالي، طلع منهالي ودخل منهالي. كرة ملعوبة ترجع مرة ثانية إلى خليل، خليل إلى ألن، الوحدة كلهم في الأمام، في الأمام. بيتزي، هل هو متسلل؟ بيتزي، بيتزي بيموه، بيلعبها عرضية، شاهين بيخلص، كايو، ولكن لوكس، هو اسمه كايو لوكس والثاني اسمه لوكس بيمنتا، خلصت الكرة وصلت لألن. ضغط ممتاز من لعيبة الشارجة، الوحدة ما يلعب براحة أبدا. عبد الله حمد، عبد الله فاول وخطأ لمصلحته، فاول وخطأ. خالد باوزير ابن أكاديمية نادي الوحدة، وعرف في نادي الوحدة، وانتقل للظفرة، ومن ثم تم شراء عقده لنادي الشارجة. الشارجة من أفضل الأندية اللي استقطبت في المواسم الماضية، في عمل إداري كبير بمختلف الإدارات، نسبة الاستحواذ 58%. ضربة حرة مباشرة، درويش في المرمى، الشرجاوية تقدموا من فاول، الوحداوية يردون من فاول، الله أعلم. لكن بيتزي، بيتزي، بيتزي يتقدم، بيلعبها درويش، بيسيطر عليها، سيطر عليها درويش. الكرة الماضية لم يتوقع أي شرجاوي، ما شاء الله عليك يا درويش، لم يتوقع أي شرجاوي أن تعوض عادل الحوسني بهذه القوة وبهذا الثبات. هو موجود في دكة البدلاء على فكرة، عادل الحوسني يعود إن شاء الله مشافى معافى. ألن في منتصف الملعب، راح نمشي دقيقة بدقيقة، دقيقة 87 وندخل في الدقيقة 88. اوه بيمنتا بيلعبها لفارس جمعة، بيسيطر عليها فارس. ادريان بيتزي، ادريان 19897، يعني 19900، يعني 20000 الحضور في استاد هزاع. ادريان جاءت لكايو في الدقيقة 89، في اللحظة الأخيرة بقت المباراة في الملعب. رعب يمثل كايو. بيتزي العرضية،
بيتزي بيلعبها جواو بيسيطر عليها، لعبها الكرة الآن لخليل للوحدة في الثواني الأخيرة، علي عرضية بتبعد من دفاع الشارجة وخطأ يتنفس من خلاله الشرجاوية الصعداء. الشرجاوي ياخذ نفس، ياخذ نفس. مدرجات الشارجة لو سمحت، مدرجات الشارجة لو سمحت، عطني الاسقرتية لو سمحت، عطني الشرجاوية لو سمحت. هناك 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 هؤلاء يحتفلون بالكأس حتى الآن بعد 19 عاما من الغياب، وهم من كانوا ملوكها، وهم أول من تملكوها، وهم أول من حطموا الأرقام. الشرجاوي حتى الآن مستانس، لكنها ما انتهت، ما انتهت. درويش عالية وأمامية، كايو فاول وخطأ ضده في اللقطة الماضية. خلصنا الدقيقة 89، ندخل في الدقيقة الآن 90. بعد قليل الوقت بدل الضايع كم سيقدر؟ ما راح يقل عن 5 دقائق. بيتزي، شوف 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 يا جماعة، كوزمن قاعد يفصل تفصيل في أرضية الملعب، يفصل فريق في أرضية الملعب. شوف الانضباط التكتيكي، شوف الضغط كيف، شوف إغلاق زوايا التمرير كيف، شوف الانضباطية كيف. خلصت، رجعت، آخر نصف دقيقة من الوقت الأصلي. الآن عرضية، الله، كاد أن يفعلها جواو، جاء من بعيد وخطفها وراحت، راحت إلى خارج الملعب. جواو كان ممكن يوديها ركلات ترجيح، كان ممكن يوديها ركلات ترجيح، لكنها تبقى الآن. كامل وقت بدل ضايع 6 دقائق، 6 دقائق. حكم المباراة يشير بطاقة صفراء لدرويش بداعي استهلاك الوقت. الشارجة اقترب كثيرا من حسم المباراة، لكن فارق الهدف يعوض في أي لحظة. وسبحان الله، هي دائما تبتسم للشارجة وهي دائما ما تبتسم للوحدة. كرة ملعوبة عالية وأمامية، وبينهم مباراة نهاية الشهر في الدوري في أبوظبي. خالد باوزير بيحاول بمنتا بيخلص. 6 دقائق وقت بدل ضايع أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان. القمة مستمرة، إجواو تحت الضغط، أعادها بالخلف. ما أدري، أحس إن في لقطة مثيرة، أحس في لقطة جنونية، أحس والعلم عند الله. الآن، 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 أدريان تيغالي، الوحدة، بيتزي، عرضية، راحت، تهادت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى. جماهير الوحدة، شكرا جماهير أصحاب السعادة، شكرا أوفياء العنابي، شكرا زلزال الأوفياء، شكرا للشرجاوية، شكرا للزقرتية، شكرا للجماهير التي حضرت وزينت استاد هزاع بن زايد. هذا وحداوي مسكين، على هذا شكله ولد بيتزي، هذا شكله ولد بيتزي ولا والله ما أعرف، واحد يا بيتزي يا أدريان. عالية وأمامية، مضت دقيقتين وتبقى 4 دقائق على نهاية المباراة. الصافرة، ماذا سيكون عنوانها الرئيسي؟ هناك من يحتفل قبل النهاية. ترجع الكرة، ماجد حسن، كايو حصلها للشارجة، كايو بيلعبها أمام المرمى، بتتخلص، بتتخلص. شوف ماجد حسن، شوف الضغط الممتاز، شوف الكرة للشارجة، كمان إلى خارج الملعب ضربة مرمى.
سمارة يا سمارة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. 3 دقائق و10 ثواني، خلصها مانولاس، ماجد راشد أبعدها، شوف كايو كيف أعادها فارس، رجعت الكرة بمنتا، تعود مرة ثانية للعنابي، عبد الله عرضية، الكرة لتيغالي، الهداف الكبير، الهداف الكبير، روبن عرضية، وسيطر عليها درويش، سيطر عليها درويش. سيطر عليها، ترجع الكرة الآن، راية وتسلل على كايو، آخر 2:20. يا من تتابع ويا من تشاهد في أرجاء وطننا الحبيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أقصاها إلى أقصاها، في أرجاء خليجنا العربي، في أرجاء الوطن العربي، وفي كل أنحاء العالم، حيث البث المتكامل لأبو ظبي الرياضية، الناقل لأحداث هذه المباراة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. ما زال هناك نفس، ما زالت هناك ثواني، ما زالت هناك حياة. إنا من المنتظرين. ضربة مرمى، خالد الضرحاني على تنفيذ ضربة المرمى، اقتربت أكثر فأكثر، أكثر فأكثر. لحظات، 19 سنة، الكرة بتعود، 1:20، عبد الله فاول خطأ لمصلحته، آخر كرة في المباراة. أعتقد أن كل الوحداوية سيتقدمون إلى الأمام. خالد باوزير، أدريان بروحي الرياضية مع كايو، الأخيرة الأخيرة في تبديل للشارجة، ماجد سرور مكان ماجد راشد، أدى مباراة كبيرة، ويحيي جمهور الشارجة، لاعب من أبناء مدينة كلباء، وهنا جماهير الشارجة. حكم المباراة يعطي ماجد راشد انذار، آخر كرة، إن سجل الوحدة بلنتيات، وإن لم يسجل باركو للملك. أخيرة أخيرة، آخر كرة في نهائي كأس رئيس الدولة، عالية أمامية، الكرة بتتخلص، ترجع لألن، أهلاً لمحمد الشامسي، الشامسي عالية وأمامية، اتخلصت للشارجة، الأخيرة أمام المرمى، فاول وخطأ، فاول وخطأ، فاول وخطأ، وضربة حرة مباشرة للوحدة، ضربة حرة مباشرة للوحدة، خلاص في الوقت، بدل الضايع، خلاص، إعادة تنفيذ الخطأ، الحكم يعيد تنفيذ الخطأ، صافرة النهاية، لا لا لا، انتهت 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 المباراة، لم تنتهي لم تنتهي لم تنتهي يا أخوة، يا أخوة ما انتهت، صلوا على النبي، ما أحد يأكل قرصة، هنا تريوا تريوا، صلوا على النبي، اطلبوا كل اللي دخلوا في احتمال ركلة جزاء، الفار يقول في احتمال ركلة جزاء، لمن طيب ركلة الجزاء؟ إلى من؟ إلى من؟ يا إلهي، هل تحدث؟ هل تحدث هذه اللقطة؟ هذه الكرة اللي كانت للوحدة، هني ما صار شيء، عالية أمامية، آخر كرة، آخر كرة،
لا زالت خلصت الشارجة ما صفى. والله ياهو لعب بأعصابكم، ياهو لعب بأعصابكم، نشف ريجكم نشف ريجكم. انكسر النحس يا كوزمن للمرة الأولى في تاريخك تحقق اللقب الأغلى، كأس رئيس الدولة، جماهير الشارجة تحتفل، الصافرة النهائية لم تعلن حتى الآن، حتى الآن، حتى الآن. ناخذ نفس ونقول الشارقة بطلا لكأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه، الملك يعود للمنصة التي يحبها وتحبه، الشارجة بطلا لكأس رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه. ألف مبروك لكل شجرة.